رجله يعرفوني لهم على الطلعة وعطي بسيرة لهم على الطلعة وعطي بسيرة يلي تبون البر معكم خذوني ما شاء الله تبارك الله حبة نسناس الجو زان بوجودك. اي والله طول عمرك ان شاء الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ مساكم الله بالخير. كيف الحال حبيبي؟ دقيقه عمي ابو علي، بس اسال سؤال. في شمس المخيم؟ في شمس المخيم اخوي عمود؟ انت ملك ويج، ايش في لابس نظارات؟ انت ملك ويج. ايه انت تاخرت وقصيت علينا، تاخرنا تلبس نظاره. عندك واحد بصراحه ما بكلمه انا. من هو ذا؟ خوش. من هو ذا؟ يعطيني موقع يوديني حديقه الحيوانات. ترى ما بعيد كذا. مساء الخير حبيبي، شلونكم؟ طيبين؟ هلا بالشباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا كنا المفروض نمشي السعوديه. اي والله اليومين دي، لكن دعوات الناس الغاليين، الشاعر المخضرم علي المزروعي، شرفت فيك والله يا اخوي، فرصه سعيده. نحن اليوم لزم والله علينا بشكل مو طبيعي، وهذا دليل محبه. بيض الله، واحنا ما نقدر نقول غير تم. الله يعزك، طول لي عمرك. اول شيء احنا اليوم في ضيافه الاخ علي المزروعي واخوي ابو ذياب وجيه طيبه، هذا شرف يا بعد راسي. اول شيء نمسي عليك بالخير وعلى متابعينك الكرام، وهنيئا لكم يا متابعين بمتابعة هذه الأشخاص الذي دائما ترسم البهجة على فقركم. طبعا هذا من الرقي ومن هذا من طيبة أنفس هذه الناس، والكلمة اللي قالونها وتموا لياها بالفعل، تموا الوعد، ونحن اليوم سعداء ونشرفين فيكم. يا بعد روحي والله يقدرنا على ما هو يرضيك. يا بعد روحي أنا اللي سعيد شوفتكم تسوى الدنيا على راسي والله يا أخوي. مشكور يا أخوي. يلا 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 يلا، هذا الشباب ما شاء الله يجهزون السيارات للبر. أبو ذياب توكلنا على الله، بنروح بهالزين. يلا يلا ابوي، يلا يلا تروح يانا؟ لا لا لا، انتم تركبون السياره. دي السياره حق المجانين ذي. ما شاء الله تبارك الله. يلا يلا توكلنا على الله. ابو ذياب نبي طلعتنا يطول لي عمرك عباره عن فيلم رعب. يلا 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 ابو علي. ها لا هلا بدوش. يلا حبيبي يلا تعال ويانا. يلا ويانا ويانا. يلا 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 ابو، يلا دي السيارة سواقها شوي فنون، عرفت؟ ما يسرع، ما يسرع، وهادئ ومحترم. يلا تفضل تفضل بدوش، تفضل صد بدوش، تفضل. يلا تسلم. يلا ابو، يلا 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 يلا. يعني رشيق، يعني ها، يعني رشيق ها. اصبر اصبر اصبر، شنو عاد لا تقلقص الحين. يلا ابوي توكلنا على الله. لا والله نشيط ما شاء الله عليك. يلا قدم الكرسي، قدم على السجل. ما في مجال، ما يتقدم الكرسي، يتقدم يتقدم، ما في مجال، مقاس واحد. يتقدم قدم الكرسي بس قدمه. يلا دقيقه شوف الحين يتقدم ابو ذياب. اشوف اشوف يرجع يرجع زياده قدمه. برد على الكرسي. يلا توكلنا على الله يا ابو ذياب. هلا بالحبيب، هلا بعد عمري. هذا ما شاء الله تبارك الله بعد ما يحتاج.
هذا حسابه. تبون تستمتعون بالحيوانات وما شاء الله افلام الرعب اللي عنده روح شوفه، مع انك مو محتاج، ما شاء الله 12 مليون مشاهدة ما شاء الله تبارك الله. لا الحين ما شفت شيء انت، لقاهم يبنبع من الحين. اصبر اصبر الله يسلمك، نروح معك 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 الله يسلمك، زي الدرديه زي الدرديه. وش اللي جانا ذا؟ لا الاريال جا، الاريال راح. لا لا ما راح. جاهزين يا ابو ذياب؟ جاهزين جاهزين، توكل على الله يا ابو ذياب. يلا يلا يا ابو ذياب، يلا يلا يا ابو ذياب. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا قلبي، بسم الله عليك، بسم الله عليك، شوي 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 شوي، بسم الله عليك. بسم الله عليك شباب، ان هنا منظر الغروب رائع جدا، صح يا ابو ذياب؟ عشان كذا الاجانب اغلبهم يجون في المنطقة ذي يصورون بس منظر الغروب. لا عاد اليوم اتركها منظر الغروب وصوروا منظر الهروب من السيارة. شرطتين يكون في علمك، شرطتين بلجيين. امري حالات البر بالرياضة وساعة صدر فعاليات. حبيبي على القوة، على القوة حبيبي، حبيبي على القوة. بدويش تعال تقهوة منه، تعال تقهوة منه، تعال يا حبيبي، تعال يا بعد عمري، تعال تعال تقهوة، تعال تعال تقهوة، تعال. عندك عمك ابو علي، عمك ابو علي، عمك ابو علي، عمك ابو علي، عمك ابو علي. والله فشلتوا لنا، عندكم الاكل هنا تغبرتوا عليه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تتكلمني على عمك؟ اصبر اصبر خلاص، كلمة ابو دويش، ابو دويش، ابو دويش، اعتذر من عمك ابو علي، اعتذر منه، اعتذر منه. خلاص خلاص بيعتذر منك عمي ابو علي. خلاص 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 عمي ابو علي، خلاص خلاص والله انت عمي ابو علي، نضحك يا عمي ابو علي، نوسع صدرنا طالعين بالبر يا ابو علي. انت هذه مو تغريزه، هذه نص قلبه. الحمد لله على السلامه. هذا فايده الجيب. ان شاء الله تبارك الله.
اما ذا ليه قاعدين بالسياره ولا لا احساس ولا ضمير؟ ها جيب حقك ذا اللي جيب لك الكلاس جيبه خلي غرز هنا جيبه شو رايك نجيب لكم شاي وقهوه تقعدون تكين هنا؟ انا اقول قوموا نزلوا ولا يكون الحين هو بيسحب الرجال ذي انقلب ايه من قوه السحب يمكن انتم تنقلبون عجل عجل بعشق عشق عجل 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 ولا 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 يلا يلا يا ساتر يا ساتر ولو يسحبونها من الامام ما في فايده الحين من الخلف يلا شوي بديار ايوه ايوه اركب اركب انت بس لا ان شاء الله بتجي ان شاء الله تبارك الله اليوم إقامتنا هنا وما قصروا بعثوا لنا مشروب طاقة مال دبي هذه ضيافة يا مرحب بك مطرق. اليوم راح نقيم هنا في البر طبعا هذا المكان في البر إن شاء الله تبارك الله مرضي ها عمري اللي حطاني فيه في اي بي يخليها تستاهل الفي اي بي ما صنع إلا لك ولاشكر تبارك الله اليوم اقامتنا في المكان الجميل عاد من اخترت معاي في الغرفه ما يبي له واحد ثاني احب انام على سوالف الشاعر تسلم والله صحيح كله كذب بس سوالف طيبه صراحه شوفوا ما شاء الله تبارك الله المكان جميل والله شوف البلكونه زين ها ايوه هنا مسبح بلكونه خارجي يطل على البر يعني كأنك قاعد تسبح في وسط الطبيعة الوعد بكرة إن شاء الله الوعد بكرة من يشيلك من يشيلك من الفراش يقطك برا تعال يبا تعال ليش عندك بركة وانا ما عندي شو ليش عندك بركة وانا ما عندي بركة دخلت دورت ولا في بركة انت عندك بركة راح يبا اسال اللي مخطط الشاليه ما تسالني انا ما علي منك يبا شوف